كان كيحفظ عندي في الكراج، عنده البيسي ديالو، عنده المسائل ديالو كامله. دار طاب الغداء عيط له طلع تغدى معايا مع العصر. تغدينا العيل، تغدينا من الغداء هبط الكراج، قلت انا راه هبط الكراج. قلت انا مشيت نصلي في الجامع، ملي صلي في الجامع هوت القهوه، هوت القهوه عطات لي مو قالت له العيل ما كاينش، واش معك هو؟ قلت له ماشي معايا. طلعنا عيلنا من قلبه ما لقيناهش. هذا هو الاخر اللي كاين. ولدي طيره. ما عرف واش موصل الدار ولا مباد الدار ولا ما نعرف. السلطات المغربيه فهمتي ولا؟ علمت البوليس او ان ديك الساعه علمناهم في الليل. الوليد هذا الوليد هذا ولد جارنا الله عمره سلع الوليد معذب مخلق ما كيخرج ما كيعاشر دراري لا حتى شي حاجه كيمشي مدرسه نضرموه كديه وكتجيبه. نهار الاحد خرج مع الربعه ديال العشيه حدا الباب تخطف من حدا الباب ديالو. اللهم هذا منكر ولينا كنخافوا على ولادنا، ولادنا كيمشيو لمدرستنا، حنا ولينا ما كنعسوا ما كناكلوا ما كنشربوا على هاد الوليات. اللهم هذا منكر، خايبين على ولادنا من نهار الاحد مع الربعه ديال العشيه. واش حد البارح؟ البارح لا 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 الوليد ما فيه حتى شي حاجه، الولد مخلق مأدب. اللهم هذا منكر ولينا كنخافوا على ولادنا. حنا عندنا وليداتنا مسافر دابا كنتوجهوا الرساله لحموشي وسيدنا الله يجازيه بخير يوقفوا معنا في هاد المحله هذيك على هاد الولد. راه حنا ولينا كنخافوا على ولادنا ما بقيناش كننعسوا. حنا جينا ولدنا دابا على حساب الدري ديال ادم من الحومه ديالنا ادم دحنون اللي اختطف البارح من مورا العصر ما ولاش يبان لحد الان. حنا كنطلبوا من السلطات والجمعيات دخلنا في هذا الشيء هذا باش الدري رجع الان ديالو با ومو كيما انتم كتشوفوا. وما بغيناش هاد الدائره كيما وقعت في طنجه ديال عندنا ما بغيناش تتكرر عندنا هنايا. وكنطلبوا من السلطات ودخلنا في هذا الامر هذا تحلو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.